اللهم وقد قصدت إليك بحاجتي وقرعت باب فضلك يد مسألتي ولجأك بخشوع الاستكانة قلبي وعلمت ما يحدث من طلبتي قبل أن يخطر ببالي أو يقع في صدري، فصل على محمد وآله وصل اللهم دعائي بإجابتك واشفع مسألتي إياك بنجح حوائجي يا أرحم الراحمين، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين.